تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. أمين يا أرحم الراحمين. نواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك، ونستقبل الآن مكالمة من إقليم إنزجان. معنا للا زهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كي داير ربي الحاج مزيان بخير؟ الله يبارك فيك بنتي. كي داير النساء، كي داير لك الوليدات، كي داير مدام الوالدين؟ الحمد لله لالا على كل حال. الحمد لله بنتي، الحمد لله. الله يعطيك الخير ربي الحاج، الله يكبر بك، الله يسترك في الدنيا ويسترك في الاخره يا ربي، وامتي المسلمين جميعا يا ربي. يا ربي يا كريم لالا ربي ربي الحاج، الله يعطيك الخير. انا بغيت نطرح المشكل ديالك في البرنامج الا ممكن. الله يعطيك الخير. ايه بنتي، ايه مرحبا، احنا هنا لنستمع اليكم ونتعاطف جميعا، واذا قدر الله نتعاون ان شاء الله يا ربي. انا ربي الحاج، انا ام عزيزه ياك. انا قبل ما يقع لي المشاكل ديال بلاتي لا زهره، لا زهره، انت قلتي بانك ام عزيبه، يعني ما معنى ام عزيبه؟ يعني ام عزيبه يعني ما عندكش الزوج. لا يعني ولدتي وما عندكش الزوج الشرعي؟ لا يعني وقع لي غير مشكل تاع الاغتصاب وليداتي غير مش في الديور. وقع لك اغتصاب في الديور؟ كنتي خادمه في البيوت؟ كنت كنخدم. انا اللي كنت ابا الحاج، كنت عازه دارنا، ما عندناش حنا الخوت الدراري، عندنا غير البنات، حنا خمسه ديال البنات. اييه. وتجوج جات الكبيره والاخرين جالسين، اقسم بالله العلي العظيم ابا الحاج. اييه. انا كنخدم كنضرب تماره، ماشي تماره، راه تماره ديال بصح. راه الكوفي كي تيقول الكوفي ديال بصح. الكوفي ديال بصح، الخدمه ما كاينش الرحمه. وحاشاك الشياطه ديال الماكله في الكوزينه، وواحد المعامله ما نعاودكش في الضيوف. وديك البركه ملي كنشدها في الشهر كنمشي كنعاونهم بها. ياك اقسم بالله على العظيم ابا الحاج، والله رق عليا المشكل تاع الاغتصاب وليداتي، والله ما عقلوا عليا من هنا ليه. قال لي شرقي ولا غربي، دبري منك اليوم. واحد في العابو. تعبوا. وما اصلا ما بغاهمش. قال لك حنا كنت بعتينا، قال لك كون غير عطيتيهم المخزن ولا عطيتيهم شي حد يكبرهم. قلت لهم انا ولادي غنتقاتل عليهم وغناكلهم بسناني حتى يكبروا، حتى يوصلوا للبلايص فين بغاو. زهره، شحال ديال الولاد عندك دابا الان؟ نعم. شحال ديال الولاد عندك؟ عندي جوج، عندي البنية في عمرها دابا 3 سنين والوليد في عمره 8 سنين. عنده إعاقة واحد شوية اللي عنده. لا إله إلا الله. وهاد الناس اللي تعدوا عليك بنتي زهرة، هاد الناس اللي تعدوا عليك ما أنبوش الضمير ديالهم باش يصلحوا الخطأ ديالهم؟ لا ويا با الحاج، ما كاين المجتمع ديالنا ما كيرحمش، وما كاينش معاملة مزيانة، وسوء المعاملة اللي كاينة بزاف خايبة والله العظيم. لا اله الا الله. من تماك جيت الاعدادي الصراحه، وقفوا معايا الناس. اي على حسابك راه وداك الشيء، وصابوا لي الوراق الولادي وداك الشيء. صافي، المهم حاجك مرض كيجيني حاجك واحد نزيف، يعني عندي الكيس حاجك في الوالده. لا اله الا الله. والله العظيم راه ربي العظيم ما بغى الحاج، وسميتو وعاود ثاني طحت ولا تدخلوا عليا الناس اللي سميتو الحماية تيخونا اللي في مسلمان، سونتر خيرية اللي في مسلمان. إيه. والله العظيم ربي الحاج عاوتاني رجعتني كنخدم في الديور، عاوتاني كنخدم في الديور، عاوتاني تمارة ديال بصح. صافي توقع لي عاوتاني نفس المشكل اللي وقع لي في ولدي، وقع لي ثاني في البنية اللي عندي دابا. عاود وقع لك اغتصاب ثاني؟ عاوتاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. صافي، هي هذيك مشيت كنزور ولدي في ديك الخيرية، كنلقى في واحد الحالة حاشاك على سكر من خمس مرات ترجي بالحبوب، وواحد الحالة حاش الصف والعفان والجمال والدراري كلهم الدراري تما كيتشكروا في السوق. وهاد الخيرية بنتي زهراء ما فيهاش المراقبة، حيت المفروض كيجيو المراقبة كيراقبوا النظافة والنظام. ما فيها لا مراقبة، ما فيها لا نظام، ما فيها أسمية الطبيب كاين، ولكن الأدوية داكشي ما حتى شي حاجة. لا إله إلا الله. شتي الخيرات اللي كيدخلوا من المحسنين، داكشي كلشي فيه كاين ان شاء الله واعلم. لا حول ولا قوه الا بالله. شفت ولدي وديك الحاله، قلت لهم صافي ولدي نتقاتل عليه، اللهم يكون حدايا ولا يكون مازال بعيد عليا في هذه الحاله هذه. ما بغاش يعطيو عليا مازال، قال لي كان ولدي فاش كان معاك، كون بغيتي كون شديتي عندك، اما دابا ما بقاش تشوفيه. لا والله العظيم، والله طحت ونط ومشيت عند الوكيل سليمان تماك وشكيت عليه وبقيت وبكيت عليه،
صافي مسكين الصراحه تاثرت فيه وداك الشيء صافي وقف معايا حتى خرجته صافي فاش خرجته صافي ولات تما فين ولا فيه داك الاعاقه تاع واحد فين تكفر الله اكبر صافي فاش جيت لعند الدكتور هذه ديال التريس قال لي اش غنقول لك قال لك الدري قال لك ما خرجتي حتى فهاد الفيسبوك صافي قال لك ثاني حاجه قال لك عندك تاع الاعاقه مرتمك بزاف وثاني حاجه قال لك عنده اعاقه توحد شويه ملي كنتي حامله بها زهره كنتي باقي لك تعاني من ظروف صعيبه مرتي بظرفيه واعره لك تعاني من ظروف صعيبه مرتي بظرفيه واعره يا با الحاج ما نعاودلكش با الحاج عطي واحد الكرفيسه كنعاني ما نعاودلكش بوحدي لان الطفل اللي كتمك توحم به وحامله به وهي محنه راه الدري كتبان فيه عاهات فما ظنك انت خادمه في البيوت المغتصبه يا صراحه با الحاج فاش كنت حامله به جالسه في الجمعيه في مراكش وانا ديك الكرفيس عاود ثاني المعاناه اللي دازوا عليا وديك الجمعيه ما نعاودلكش واحد ربي العظيم كنت حامله به وفات الدار غير الدار تقول لي ودي خبر جاو عندي تما قالوا لي المديره حيدي ليها وعطيه المخزنه ما عطيه لي ربي يتبنى بالزمنة قلت لهم حرام قلت لهم ولدي ما نتفرقش معاه قال لي صافي اختاري يا حنا ولا الدري قلت لهم صافي انا اخترت ولدي صافي قال لي حنا ما بقيتش نشوفوك هنا في مراكش قلت لهم هي اللي ما تعاود صافي زيت وجيت بيه قال لي صافي من تما بدات المعاناه بدات وبدا الله مرض وبديت والله العظيم صراحه كنمشي للسوان وكنضرب تما ديال بصح بعد ما بدات المعاناه بدات وبدا الله مرض وبديت والله العظيم صراحه كنمشي للسوان وكنضرب تما ديال بصح كنخدم كنهز الناتق ديال ماطيش ديال خيزو ديال القرعه ديال الخدمه ما نعرفش واش تما مع العيالات كنمشيو مع الخمسه ديال الصباح انا راه كنفيق مع ثلاثه ديال اللي كنفيق انايا وشكون اللي كيراقب لك ولادك لاله ملي كتمشي تخدمي؟ كنت كنحطو في واحد الحضانه في جيت اي تملول أيه؟ هذيك الحضانه كيشدو غير ب 50 درهم الشهر أيه؟ كنت كنحطو تما كنخدم وكاريا ب 12000 ريال باش كاريا صافي المهم كنحطو في ديك الحضانه كنمشي كنجيب النهار ديالي كنجي كنجمع شويه لذاك الكرا كنجمع شويه ديك الحضانه صافي يلا كنخلص ديك الحضانه كنخلص شويه داك الكرا حتى داك الكرا بعض المرات زعما تيكون عندي باش نخلصو كنلقى فيه المشاكل بزاف بحال هاد المشاكل اللي كاين عندي دابا صافي تماك بعدا وقعت لي بعدا واحد لاكسيدون في واحد المنطقه ديال ولدي كانت الشتا كتجي الساعه حاره وتغطيت بها حاجك نصك انت كل برد بزاف وانا بغيت نجلس حاجك على البيكوك وجيت جلست للخوا ديال الشاطي جيت على الشامبي عاوتاني جات لي تقال السنتور ديال الدار سمعت حتى كنلقاو ما وقع لي والو مشيت خدمت نص مع الاول ولكن سمع الاخر فاش جيت نخدمو صافي ما بقيتش قدرت نتقعد ما بقيتش قدرت نتحجر والو صافي قال حتى هما حبسوني قال لي ما بقيتش غدا ما بقيتش تجي صافي صحتك اللي معتمده عليها مشات لك حتى هي مشيت دوزت عند الطبيب قال لي تقصفتي وسنت ديال الدار بزاف تقصفتي فيه بزاف وقال لي ديري ستافيكا مشيت ندير ستافيكا والله الا 100 درهم باش نديرها وما عنديش باش نديرها ما لقيتش باش يوقف معايا ما لقيتش اللي يوقف معايا باش ندير ديك ستافيكا باش غنمشي شي حاجه غير تعويض من داك ديك الحديده والو صافي المهم بقيت هكاك صافي ما عطاوكش شي تعويض شحال خدمتي معاهم زهره هذوك الناس شحال خدمتي معاهم المده هذيك الفيل ما خدمت معاهم 6 شهور خدمتي معاهم زهره هذوك الناس شحال خدمتي معاهم المده هذيك الفيل ما خدمت معاهم 6 شهور ما عطاوكش شي تعويض على الضرر لا تعويض لا والو صافي فاش تاخذ خبر بينا غادي ندي ديكلاراسيون وداك الشيء صافي باعوا ديك الفيلم بلاصه اخرى لا اله الا الله مع مشيت لسول ديك الفيلم قالوا لي خرجتي داخل اللي جي قال لي الناس اللي كانوا هنا ما بقاوش باعوا الفيلم مشاو لبلاصه اخرى صافي هي هذيك الناس تقي صافي وقسموا بينا غير كيكريو كيكريو الفيرما مده زمنيه وكيعاودوا يبدلوا الكره مره ثانيه ودابا مره راه كينوض عليا وحق ربي العظيم كيضرني انا كنقدر باقي نتقعد ولا نتحدي غير تصبن شي صابون كثير ما نقدرش نتقعد ولا نتحضر ولا الا بقيت محضوره بقيت محنيه بقيت جالسه بزاف ما نقدرش نتقعد ولا انا ودابا زهره باش كتعيشي حاليا ملي انقطعتي على العمل شكون اللي كيرف عليك؟ صافي المهم وجع الحباب هكا وجع الحباب مره يعطيني هذا مره هذا مره يعطيني هذا مره هذا مره هذا مره هذا على حسب ذاك الكلام زهراء دابا الان انا كنسمع الضجيج حداك انت فين كاينه كتواجدي الان حنا دابا في كاينين في هذا شو يقولي لي ان شاء الله محطه الكيران اييه لا اله الا الله لان كاين بزاف الناس ما كيلقاوش فين يسكنوا كيمشيو للمحطه ديال الكيران لا ما بقاش ديك المحطه ديال ولاد زيان مسدوده هذه اييه صافي
صافي هي هذيك صافي. مره كنمشي عندها تنقول لها ودي لها الكراره عندي الكراره تقول لك شوفي خصك ديري شي حاجه راه يلاه يعطي ما هي اللي شد. قلت لها راه هي في الصحراء فيها متفقه معك انا بغيت ندير شي مشروع فاش نتحرك ونخدم وداك الشيء ولكن الضروره ديال الماديه ما عنديش وما عنديش باش نديرو وانا مريضه ولدي حتى هو مريض وكاريه والكراه الله يحفظها. لا اله الا الله وحق ربي العظيم صافي. ووالديا ما كان الا ما عيطش لهم سولت فيهم ما كيسولوش فيا اصلا سول فيا ولا جاو حتى سولوا عليا 50 درهم ديال المركب يجيو يسولوا عليا ما كاينش صافي تعيطت وقطعت عليهم. لا اله الا الله. بحال اللي كنعيش انا غير انا ولادي وكاريه بيت مع الجيران 8000 ريال في الشهر اقسم بالله العلي العظيم والشهور كنتقاتل والله العظيم يا ربي الحاج كنتقاتل كنمشي كنترزق كنطلب هذا نسعى هذا نطلب هذه ندير هذه حتى كنخلص ذاك الكرا دوك الشهور المهم الشهور خلصوا نبقى غير هذا الشهر حتى اللي باقي ايه صافي الشهر حتى اللي باقي ملي ما دخلش الشهر حتى كيجي كيهددني موطر اقسم بالله العلي العظيم تيقول لي عرفتي انا ما خلصتي اقسم بالله العلي العظيم قال لي غادي لا شك انت حوايجك ولا تنزلقا ما غاديش نعقل عليك مازال صافي كنمشي عند القايد قال لها ديك اللحظه تقول لها علق ليها كنمشي عند القايد تقول لي اشنو كتقول لها سيدي شوف ها المنطر هذا ليا وهذا ليا تيعيط المقدم تيقول لي شوف السيده راه الظروف ديالها ما كتسمحش ليها باش تخدم اشنو كتقول لها سيدي شوف ها المنطر هذا ليا وهذا ليا تيعيط المقدم تيقول لي شوف السيده راه الظروف ديالها ما كتسمحش ليها باش تخدم وتخلص الكرا باش تجير على ولادها ولادي الله كتكافح معاهم وشو ما حتى شي مصروف ماشي هو هذاك لا ماشي هي هذيك لا نعس ماشي هو هذاك تقول لي صافي غنهضر معاه وفعلا كيهضر معاه اش قال لي قال لي شتي هذيك السيده راه الناس كنات عندي ما عمر خلصت لي شي حاجه وراه عطيتها البيت ساكنه فيه فابور اقسم بالله العلي العظيم قال لي ما كتخلص لي والو ما عندكش شي ديريسي عندك مثلا لا ما دارش معايا لا الكونترا لا والو قلت ليه نعاود ندير معاك الكونترا قال لي ما غاديش ندير قال لك انا الكونترا ما كنديرهاش ما كنعطيش الرواتب بغيتي تكري هو هذاك ما بغيتيش تجيبي بلاصه اخرى والله العظيم هكا لا اله الا الله خسر السمسار هو اللي داني عنده السمسار هو اللي كرا هو اللي شدي هذيك عنده ودابا الان باقا ساكنه عنده؟ دابا هذا الشهر هذا الشهر 6 هو الثالث اييه هذا الشهر هذا الشهر 6 هو الثالث اييه ثلاث شهور ما خلصتي هاد الشهر هذا اللي باقي هما الشهور الاخرين الشهر اللي الشهر اللي تبقى هذوك خالصين صافي غير هاد الشهر هذا صافي اللي باقي صافي وجاك كل نهار كيهددني كل نهار كيهددني كنمشي عند القايد القايد ما عنده سيدي القايد ما عنده ما يجي ليا غير تيقول لي صافي راه غادي نهضروا معاه غادي نقول ليه صبر عليك تنشوف وليك الناس اللي يتعاونوا معاك وانا ما كاين والو بقى الحاج اقسم بالله العظيم العظيم ذاك النهار ما جا ليا عاوتاني هذا هاد الثلاث الفايته البارح 8 ايام جا ليا والله العظيم با الحج مشتو عند الدبل ديال السوالف مشتو تحل علينا الباب اقسم بالله العظيم تحل علينا الباب حتى كنشوف السيد فاق ولدي قال لي ماما ماما شوفي هو منطق علينا اول وقال لي حاجتك والله العظيم عريانه اي حاجتك غير تلك السروال هو يجرني قال لي انا دي حاجتك نوضي عليك بالهضره الخاسره حاجتك با الحج الهضره حاجتك ديال اعوذ بالله خلصي ليا اما قلت ليه شوف ياك داك النهار مشيتي هضرتي مع السيد وقلتي ليه راه عطيتيني البيت ساكنه فيه فابا ما كنخلصش لك والو قال لك لا قال لك هذيك الهضره انا هي قلتها هذه يوم هكاك باش ما يشدش شويه ولا شي حاجه ماشي لا وقع شي مشكل ما يشدش شويه ولا شي حاجه صدق انت اللي غيشدوا فيك ماشي انا صافي هي هذيك جا حيد لي الدراري قال لي الدراري ما غاديش يخرجوا معاك ما غاديش يتبعوا قلت له شوف ولادي قلت له حلفتك بالله قلت له ولادي ما غاديش يبقاو معاك هزيت السواري تبس معايا حيد لي السواري قال لك السواري ما غاديش تجيهم غيبقاو معايا قلت له تجيهم قال لي حوايجك اولي قال لك الا رجعتي حوايجك ما بقيتش تلقايهم زهر دابا الان دابا الان الوضعيه ديالك كي دايره حاليا دابا صافي من داك النهار فاش جرى علينا خرجنا والله العظيم كنباتو غير في المحطه ديال الزكان اقسم بالله العلي العظيم انت وليداتك صغيورين نعم انت وليداتك صغيورين انا وليداتي صغيورين اه الكبير شحال عنده الكبير شحال عنده عنده 8 سنين عنده التوحد عنده ايه قد توحد شويه وين نعم انت وليداتك صغيورين انا وليداتي صغيورين اه الكبير شحال عنده الكبير شحال عنده عنده 8 سنين عنده التوحد عنده اعاقه توحد شويه والبنيه شحال عندها والبنيه عندها 3 سنين دابا ولا رحيم ولا حنين لا حنين لا رحيم اش كتمني لنا زهر اش كتمني اش كتمني اشني الامنيه ديالك
على الامنيه اللي عندي بقى الحاج كنطلبها من الله سبحانه وتعالى. مصيبه ربي يكمل عليها ويسخر عليها في هذا العواش اللي جايين يا ربي يا ربي. ومن المحسنين يتعاونوا معايا بشي دويريه فين نسكن انا وليداتي، ويعاونوني على ولدي باش نقري في المدرسه باش يدخل المدرسه يقرا ما يبقاش هكا وصافي. هادو هما جوج امنيات اللي كنتمنى في الدنيا، ما بغيت والو، ما بغيت حتى شي حاجه اخرى. صافي يا ربي يا كريم باذن الله. لاله زهره باذن الله باذن الله. زهره الله يحفظك، لا حول ولا قوه الا بالله. اختنا زهره فرغت قلبها، مهمومه منكسره. تصوروا بان الفقر كيجعل بعض العائلات يدفعوا بنياتهم الصغار يمشيو يخدموا في البيوت، ثم هاد البنات قد يتعرضوا للتحرش، وقد يتعرضن للاغتصاب، وقد ينتج عنه الحمل، وقد يتكرر هذا الامر مرات متعددات. شكون اللي غادي يعذرها؟ شكون اللي غادي يلمس لها الاعذار؟ كيكون هناك طريقها الضياع. هذا الضياع كيخلي الفتاه تحمل هاد الاولاد ديالها بين يديها وتنتقل من مدينه الى مدينه. الشيء اللي خلتني زهره الان شحال من مدينه زهرتها، كتنتقل من محطه قطار الى محطه حافلات الى محطه كيران، وكتبقى هكا جواله. تصوروا حنا كنا غنمشيو عند بيوتنا جالسين مع وليدتنا، سقف يحمينا وفراش وتير يدفئنا وطعام شهي ملأنا به معدتنا، وكنتفرجوا في التلفزيون ولا في الميديا فرح السماء، وينتظرون حتى فرصة لدخول للخلاء من أجل النظافة والاغتسال لا تكاد تجده. حقيقة مثل هؤلاء كيشكلوا مسؤولية كبيرة علينا جميعا. بلادنا ومجتمعنا محتاج إلى العمل، محتاج إلى الجد، محتاج إلى مضاعفة الجهود، خصوصا في الملف الاجتماعي. الملف الاجتماعي في بلادنا يحتاج إلى الدعم ويحتاج إلى التوسعة لكي تستفيد منه هذه الفئات التي تعاني من ظروف صعبة للغاية. إن شاء الله سيكون كل خير. زهرة أنا سجلت الرقم ديالك، وإن شاء الله ربي يفتح باب من أبواب الخير. ونتواصل معك بإذن الله. حفظك الله ورعاك الله وأسعدك الله بإذن الله. حفظك الله ورعاك الله وأسعدك الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دنيا غريبة.